انه معايا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وطبعا عضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بحضرتك يا استاذ عماد. اهلا استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين المحترمين. تحياتنا ليك يا استاذ عماد. استاذ عماد، واحنا بنتكلم على انطلاق لاجتماعات مجلس الامناء كما جرت العاده، ولكن لمناقشه انجازات الفتره الماضيه، ملخص هذه المنجزات كان ايه؟ والله انا يعني طبعا الشهاده مجروحه لما هتكلم عن الانجازات، لانه بالصدفه انا كاتب النهارده مقاله في الشروق. ايوه. اسمه الانجاز الاكبر والاهم للحوار الوطني. بقول انه قبل ان يعني الفكره الرئيسيه في المساله من وجهه نظري، وهي قراءه سياسيه مش بس حاجه ملموسه، انه اهم شيء حتى قبل ان قبل ان ينتهي الحوار الوطني وقبل ان نرى مخرجات وتغطيات منفذه على ارض الواقع، هذا الحوار نجح انه يخلي الحكومه والمعارضه، القوى السياسيه المؤيده او المعارضه، تكتشف ان في مساحات مشتركه حقيقيه بينهم. قبل الحوار الوطني كما تعلم يوسف انه كان فيه تيبس او تكلس لاسباب يطول شرحها، خصوصا تحدي الارهاب. وبالتالي هذا الحوار نجح انه يخلي الاطراف السياسيه تكتشف بعضها البعض، يدركوا ان في تحالف 30 يونيو هو الافضل، هو الذي عزل واخرج الاخوان من المشهد وعاد لمصر هويتها وطبيعتها. وبالتالي ده مكسب كبير جدا، بس مش منظور كثير ليه. على المدى في حاجه دي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه، الرئيس فتح السيسه للوضع، والامانه هو دعم الاكبر ولا اساسي للحوار الوطني. وفي كل مره كان الحوار الوطني بيعمل حاجه وبيفتخر الرئيس، كان هو والدليل انه مثلا في حاجه زي ماده الاشراف القضائي على الانتخابات. يعني قعد الحوار الوطني وطرح هذه المناشده او الاقتراح، الرئيس تبناه فورا واحاله للجهات المختصه. في مرات كثيره لو تذكر، وكنا معا في الاسكندريه يا يوسف. ايوه. يوم مؤتمر الشباب حينما تحدث المستشار محمود فوزي. مظبوط. مقدما يعني عارضا ما تم به الحوار الوطني حتى هذا الوقت، اظن كان في اخر حلقه كنا في برج العرب. برج العرب. الرئيس قال بوضوح: انا ساتبنى كل ما ياتي الي من توصيات ومجرد بعد دراستها. ظني الشخصي انه الحاجه برضو الاهم، من حضر جلسات الحوار الوطني، مش مجلس الامناء، الحوار نفسه سواء في الجلسات العامه او الجلسات التخصصيه، سيدرك ان كل اطراف العمل السياسي في مصر جلسوا معا في حجره واحده تحت سقف واحد، تحدثوا، تناقشوا، تجادلوا، اختلفوا واتفقوا ووصلوا الى توصيات مشتركه. الثلاثين اللي جاي اللي تم توصياتهم السيد الرئيس لنقطه ما حدش واخد باله منها، تم بالتوافق بين القوى المختلفه بما فيها المعارضه. وبالتالي تكتشف انه هذا الجو الحيوي والمحترم والممتاز كان نتاج جهد كبير جدا بذل وشارك فيه الجميع بلا استثناء، حكومه ومعارضه وخبراء وكل اطراف المجتمع المدني او السياسي المصري. هذا مكسب كبير جدا جدا حتى قبل ان تخرج التوصيات. طبعا المتوقع ان شاء الله كما تعلم تم رفع جزء من التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك جزء اخر جاري استكماله خلال الايام القليله المقبله، خصوصا القضايا الرئيسيه اللي كل الناس مستطراها، خصوصا طبعا التضخم وغلاء الاسعار، الديون، الحرس الاحتياطي المباشر للحقوق السياسيه، دي كلها قضايا في الزراعه والصناعه، جزء منها خرج وجزء ينتظر. كل دي انجازات مهمه جدا، انا اظن لعب الحوار الوطني فيها دور مهم جدا في عوده السياسه مره اخرى، عوده التفاهم والتوافق بين قوى المجتمع المصري المختلفه، وده الطريق الرئيسي اللي احنا نقدر نواجه بيه التحديات الكثيره جدا اللي بتواجه مصر، ونقدر ان شاء الله نتجاوزها بسلام. وبالتالي علينا جميعا ان احنا يعني نؤكد اكثر على المنجزات التي تمت، ونتفادى السلبيات اللي وجدت، ونقدر نمأسس يعني في ضمن ان الحوار الوطني خلانا نكتشف جزء مهم جدا، وهو الحاجه الى الحوار المستمر داخل مصر لكثير من المشكلات. طب ده استاذ عماد يخليني يمكن اولا هقول لك انه الخط بعيد جدا، الصوت بعيد، فارجوك حاول معلش استحملني، علي صوتك حبتين. انا ماشي في الشارع وانا بكلمك، خاف على جنب. معقول ماشي في الشارع؟ اتفضل. اسمه كلام والله العظيم، ده احنا تعبينك معانا. طيب. لا لا. ربنا يخليك يا استاذ عماد.
هل اقدر اقول انه الحوار الوطني قدر يوصل بينا ل، لو صح الكلام، المصالحه الفكريه، اي انه كل من الطرفين يستطيع استيعاب طريق التفكير الاخر ومنطلقاته؟ يعني جزء كان من كتله التاييد يرى في المعارضه خيانه وعماله، وجزء من كتله المعارضه يرى في التاييد تملقا وبحثا عن مكاسب. هل قدرنا من خلال الحوار الوطني، اقدر اقول النهارده وصلنا الى مصالحات فكريه، نتقبل بعضنا البعض، نتقبل هذا الاختلاف، وزي ما كنت بتقول وزي ما هو شعار الحوار، لدينا مساحات مشتركه بالفعل؟ الاجابه هي نعم الى حد كبير. وطبعا نؤكد انه الخلافات طبيعي موجوده ومستمره، ولن تتلاشى بزرار او بعد او باجتماع او بعشر اجتماعات، لانه الخلافات السياسيه بين القوى المختلفه هي طبيعيه، تعبر عن مصالح ومختلفه لاصلها، وفي كل دوله الخلافات السياسيه والاقتصاديه موجوده، المهم كيف يمكن تنظيمها بطريقه صحيه. وبالتالي الحوار الوطني نجح في ان يقرب المسافات بين القوى السياسيه، نجح ان يجعل الجميع يتفهم ويعذر الطرف الثاني. انا اظن انه مثلا في يعني عليك ان تتامل في عز هذه الازمه الاقتصاديه اللي موجوده في المنطقه كلها وتاثيرها جامد جدا في مصر، لو ان اظن انه لولا الحوار الوطني لكانت المعارضه على سبيل المثال قد استغلتها بطريقه تهييج واثاره و، لكن ظني انها تصرفت الى حد كبير بعقلانيه وبحكمه، ولم يتبقى الا المتربصون بنا في الخارج الذين يحاولون كل يوم ان يفعلوا هذا الامر ويستغلوا الازمه الاقتصاديه. وبالتالي يحسب للحوار الوطني انه نجح الى حد كبير في جعل يعني التفاهم كبير. من يحضر جلسات الحوار الوطني مجلس الامناء او في اللجان العامه والتخصصيه، خصوصا في اللجان التخصصيه، سيدرك يعني جوهر ما اقوله هو جوهر سؤال حضرتك، وهو ان الناس عاقله الى حد كبير وتعلم ان السماء لا تمطر ذهب المره فضه، لكن تنتج حلولا توافقيه يمكن البناء عليها في قادم الايام ان شاء الله. البعض يرى احيانا، أنا لست منهم الحقيقة، أن ما الشد والجذب داخل الحوار الوطني نقيصة، أنا أراه فضيلة، ويمكن كان في شدا وجذبا في الأسبوع اللي فات أنا شفته من فضائل الحوار، لأنه مناقشة وتقريب وجهات نظر. أنا أتفق معك تماما، ويعني هكرر لك، أنا مرة ثانية كتبت مقال من يومين في الشروق قلت فيه بوضوح أنه الأصوات الزاعقة شوية قد تمثل مشكلة لكنها ضرورية. انه لما يبقى عندي حد فيه مرض، يبقى عندي شوية انفلونزا بسيطة افضل مليون مرة من انهم يتحولوا لا قدر الله الى سرطان شرس وفساد. وبالتالي اللعبة السياسية في كل الدنيا تتحمل بعض الاصوات الزاعقة والمتحمسة والمنفلتة احيانا، لكن مقابل ان يكون في قاعده اساسيه من المنطق والعقل وفي الجانبين بوضوح حتى لا يفهم كلامي خطا، ان تكون هناك وضوح ان القاعده الاساسيه تبقى بتمارس العمل السياسي برشد وبحكمه وباعلاء مصلحه الوطن وبتفاهم وبتقدير للواقع، لانه احيانا الجنوح الى الخيال مضر ايضا، خدت بالك، في كلا الاتجاهات. وبالتالي ظن الشخصي نحن سرنا بطريقه جيده الى حد ما مقارنه بالظروف الصعبه التي تحيط بمصر وبالمنطقه كلها. صحيح. انا بشكرك يا استاذ عماد جدا، واسف على تعطيلك، ومش عايزك تفضل واقف في الشارع اكتر من كده. الف 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 شكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.